ما حكم من رأى صائما يفطر وهو يفطر وهو ناسي، وإن يخبره وهو أنه صائم؟ رأى صائما وهو يفطر وهو ناسي مثلا، وأخبره أنه صائم، هل يخبره ويتركه يفطر بعد أن يفطر يخبره؟ هذا السؤال يقول: إذا رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا، فهل يذكره أو لا يذكره؟ هذه أيضا مسألة تخرج من قاعدة عامة. إذا رأيت أخاك يفعل ما تفسد به عبادته ناسيا، فعليك أن تذكره، عليك أن تذكره. فإذا رأيت صائما يأكل أو يشرب ناسيا فذكره، قل إنك صائم. وإذا رأيت شخصا قام إلى خامسة في الظهر وأنت متأكد نبه. إذا رأيت صائما مصليا يصلي إلى غير القبلة وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأينا أي شخص يفعل ما تفسد به العبادة وجب علينا أن نذكره، حتى لو كانت اللقمة في فمه نذكره ويلفظه. الذي سمعته عرفتم الآن؟ يعني لو رأيتم الآن شخصا يصلي إلى غير القبلة، هل تتركونه؟ لا، توجهونه. إذن إذا رأينا شخصا يأكل ويشرب وهو صائم نذكره. نعم شيخ، الذي سمعته وتترك حتى يشبع فقد أطعمه الله وسقاه وتخطر بعدنا. نعم، قول اللي تتركه حتى ينتهي فتخبره فقد أطعمه الله وسقاه. هذا جاهل، هذا جاهل. الذي يقول هذا الكلام هو جاهل، لأن الله أطعمه وسقاه باعتبار نفسه هو، لأنه ناس. أما أنت فأنت عالم، فلا بد أن تنهى عن المنكر. هذا مثل الذي يقول: إذا رأيت القط أخذ حمامة شخص فلا تنقذها منه، لأن هذا رزق القط. أتعرفون القط ما هو؟ نعم. هل هذا صحيح؟ القط رزقها الله، أجاب الله له حمامه بيأكله، نقول لا 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 تستنقذها منه، خلوه يأكلها، لأن هذا رزقه. ما هو صحيح. الحمام بعض على الفشل ألوها أين؟ قد يكون على ألف أو على ريال، ما هي الكلام عليه على أن هذه بعض العوام، العوام على اسمهم هوام، ليس عندهم معرفة بالشرع ولا معرفة بالواقع. ولهذا نقول: متى رأيت أخاك يفعل شيئا تفسد به عبادته فعليك أن تذكره، سواء صيام أو غير صيام.